طيب ما ينفعش تكون موجود معانا وما نتكلمش عن لقاء السوبر الاهلي والزمالك يوم 28 وده دايما لقاء ليه خصوصيه شديده. الحقيقه دايما لقاءات الاهلي والزمالك ليهم خصوصيه ايا كان في اي اطار او في اي بطوله طبعا. فمتوقع ايه وشايف ايه ومطمن لايه وقلقان من ايه؟ انا طول عمري شايف ان الاهلي يفوز باي بطوله لو لعبته في مستواها او اليوم يومهم. يعني انا شايف الاهلي لو اللعيبه فايقه وفي مستواها تكسب اي حد. دي الفريق اللي قدر يكسب ماتش زي ده. لا هو ساعات تبص تلاقي نفسك مش في يومك، الكوره مش مطوعاك، مش ماشيه معاك اللعيبه، في الدي اوف بتاعها او زي ما تقول مش ماشيه معاهم الكوره. أيوة. ساعات بتديك وشها الجميل وتفرحك ولما بتقلب الكوره يعني ربنا يسترها. لكن انا على اقتناع دايم ان لو لعبت الاهلي في مستواها ومركزه والكوره مطوعاها والامور ماشيه طبيعيه يكسبوا اي حد. الفريق اللي قدر يكسب بالميروس ويلعب قدام بايرن ميونخ ويعمل مباراه كبيره، الفريق اللي قدر يكسب الهلال السعودي بقوته بالسكواد اللي عنده اربعه، الفريق اللي قدر يحقق برونزيتين كاس عالم ورا بعض يكسب اي حد. دي من وجهه نظري. انا دايما شايف الاهلي الاقوى، شايف الاهلي الاكثر جاهزيه واكثر تنظيما. ف زي ما قلت لحضرتك بشخصيه اللعيبه اللي موجوده بالتكتيك بتاع مارسيل كولر بالحاله الحب اللي موجوده في الفرقه دلوقتي مع استادها الزاعي اللي انا بتفائل بيه دايما. دي نقطه حلوه على فكره. يعني احنا كسبنا، انا حضرت هناك اكتر ماتش، كسبنا روما هناك وكسبنا الزمالك وكسبنا المصري في السوبر، فاستادها الزاعي دايما وشه حلو علينا، فيعني تفائلوا خيرا تجربه ان شاء الله.